زحمة البلد، ما تعرفش كيف يعني. من عند برج الشفا لحد الشفا، متخيلة قديش كمية سيارات بشكل مهول جدا جدا. سوق لف على شارع النصر على أساس إنه فاضية الدنيا وإنه البلد مش زحمة. لقينا من عند يعني يمكن 2 كيلو سيارات. إيش في بتعرفش إيش في البلد؟ ما هو البلد هذا بتتحرك بس أول شهر، أول أسبوع في الشهر بتتحرك بس. على الرواتب. هذه البلد بتتحرك بس أول أسبوع في الشهر، بعد هيك بتنام. روان، ايش يا قائده يا مسؤوله؟ جوالات. الو الو، كل قاعده هيك كلهم كلهم توكل على الله. تمام تمام، يلا بكلم. يلا ايش زعيمه الاغلبيه؟ اعتذر اعتذر. يعني كل الشخصيات القياديه المهمه بالبلد بتتاخر. لا مش بتتاخر، بتحصلهمش بكلموا جوالات طول الوقت. هلا يا روان، انت انولدتي شخصيه قياديه ولا عكبر هيك حسيت انه في عندك امكانيات وقدرات انه تصيري شخصيه شوفي قياديه؟ ما هو بيجي بقول لك انا كيف بدي اكون شخصيه قياديه. هلا في اشخاص، في اشخاص بالفطره، بالفطره ربنا بوضع فيهم تمام انه انا عندي سمات الشخصيه القياديه، وفي اشخاص بيكتسبوا هذا الاشي. بس سواء انت عندك الفطره ولا المكتسب، بكل الاحوال بس تكبر حتصير مكتسبه بكل الاحوال. ليش؟ لانه الشخصيه القياديه بتجيش هيك، بتجيش بسهوله. في تنشئه اسريه، في جماعه رفاق، في مراحل دراسيه كامله، فانت بدك تشوفي من صغره لحد ما يكبر عشان يتكون عندك شخصيه قياديه. فيعني لا، بدها مراحل وبدها اشياء كثير. اي شخص قيادي بتبلش من اسرته. هلا لما تيجي انت تعنف في طفلك، هل بيطلع شخص قيادي؟ طبعا. لما تيجي تحكي لطفلك انت بتفهمش، انت بتعرفش، انت طول عمرك حتضل زي هيك، انت طول عمرك فاشل، هل انا حربي شخص قيادي؟ لما تيجي وتعزز صفات القياده عند ابنك وبنتك، حتقول له انه انت شاطر، شوف الاشياء اللي هذا، تحمل المسؤوليه. عارفه لما تديه شيك لروح خد جيب لي خبز من المخبز؟ بالضبط. حملتي المسؤوليه. بالضبط. فهو بده يثبت نفسه انه انا قد المسؤوليه. أيوة. وانت اجيتي حييتيه، صار عنده عمل بدور. أيوة. انه كل ما الاهل او البيت اعطى مساحه كافيه للطفل بانه يتحكم او يتصرف، يكون عنده قدر مسؤوليه، يكون عنده قدر من المسؤوليه والقرارات، ثقه بالنفس. بالضبط. أيوة. ثقه بالنفس اما بنتزعها انتزاع، وهذا من الشخصيه بكون شخص قيادي بتهيألي اكثر من الشخص اللي بتمنح له. صحيح. فانه بينتزعها، بصير يمارسها، بصير يكبرها وينميها عنده. بتبدا من الاسره، من البيت، مع الاب ومع الام. حتى الام في صبايا يعني روان دور يعني لها دور كبير. الام هي تنمي الام عند البنت، خاصه عند البنت. يعني احنا عندنا هلا بالذات للاسف يعني بتشوفي كثير بنات بوصلوا مرحله الجامعه بتعرفش تحكي اسمها، تيجي بتقولي لها احكي قدام ناس. بتحكي لي، بتيجي تحكي لها احكي قدام ناس، بتقول بصير وجه احمر، بتقول لك انا بخجل. هلا في صفات الخجل عند كل انثى، هذه موجوده، امر مفروغ منه. بس هل انا اضلني احكي للبنت عندي ممنوع تطلعي، ممنوع تنزلي الجامعه، بتروحي وبتروحي، ممنوع. ايوه صح. ممنوع تاخذي دورات، ممنوع تاخذي ورش، ممنوع طب كيف انا بدي اعزز عندها؟ كيف بدي انمي شخصيتها؟ كيف بدي انمي شخصيتها؟ وللاسف بنعكس عليها وعلى اختيارها لكل القرارات في حياتها. صحيح صحيح. فشخصيتك تنبع من الاسره. وبعد هيك، وبعد هيك كمان بصير مرحلة المدرسة والرفاق هذول جماعة الرفاق قصة ثانية. جماعة الرفاق هدورها الأقران هدول جميلة. بتتصور يمكن شو أهم مرحلة ممكن تكون شخصية إنه أقدر أقول هذا الطفل ممكن يكون في يوم من الأيام قائد؟ المرحلة الأساسية بالتأسيس. هلا المراحل بنمرق فيها بعدين مهمة، لكن مش قد المرحلة اللي إحنا بننضج فيها، المرحلة اللي إحنا فيها هلا اللي بتكون بعد الجامعة. بدك تكون واثق بحالك، تكون شخص قوي قادر انه عن جد ياخذ قراره لحاله، يكون قادر يتحمل مسؤوليه، يطلع من البيت يكون قادر يتعامل مع العالم، قادر يواجه العالم. بالضبط. كمان شوفي قديش موضوع جميل اللي قالته مهم، انه احيانا انه انت بتنمو في بيئه بتضلها خلينا نقول كابته جماحك طول الوقت واغلب الفتره، بتروح على البيئه المنفتحه، العالم الواسع، بتلاقي حالك هيك مرتبك. ايوه انا وين بدك تعمل، انا وين شو اعمل. انا وين. بس في اطفال او افراد او شخصيات من المجتمع ما بتستنى جميله انه توصل مرحله
الانفتاح العام. صحيح. يعني زي ما قال محمود، زي ما قالك بتحس انه الطفل بده ينتزع الشغله. طب روان، بما انك انت اخصائيه نفسيه خلينا نقول او عامله في هذا المجال، بسمع دائما بقولوا انه الطفل اللي بيكون عنيد هو هذا الطفل مش سلبي، يعني بتلاقي الاغلب بيتذمر من وجود طفل عنيد في البيت. بس انا سمعت، ما بعرف مدى صحه هاي الدراسه، انه لا والله الطفل العنيد هذا هو اللي شخصيته راح تتحول على كبر لشخص افضل. صح. بعرفش شو راي علم النفس الموضوع. هلا في كل مرحله للطفل، في كل مرحله في عنده مشكله معينه. طبعا هي بتعتبرش مشكله، بتعتبر مرحله وبتخطاها، زي الخوف. زي لما كنا نخاف واحنا صغار، مش نخاف، نخاف من العتمه. كبرنا صار خوفنا من اشياء تانية كثير. هلا في مرحله من المراحل العنيد والشخص العنيد او الطفل العنيد بده يظهر حاله، بحاول اثبات شخصيته انه انا بدي افرض وجودي، انا موجود. لفت الانتباه. ايوه، انا بدي الفت انتباه. في ناس بتلفت انتباه بالصراخ، في بالعياط، في بانه يخبط حاله. هذا الشخص بقول لك لا انا ما بديش، بتيجي بتقول له بدك تلبس هذا، ايش بيجي بقول لك لا انا بدي اختار من خزانه. صحيح. فهذا الشيء بربي فيه انه لا انا ابني مش عنيد، انا ابني بدي يكون مسؤول عن حاله. انت ايش بتعطيه؟ مش تقومي تضربيه. ايوه، مش تقومي تضربيه. ايش بتحكي له؟ جبت لك مثلا بلوستين، انت اختار اي وحده فيهم. يعني تروحي لنظام التفضيل. ايوه، شوي شوي. ايوه، شوي شوي. ايش بتختار انت؟ او بتخلص من مرحله العند. لا، بصير عنده والله انا ليش بعاند؟ طب هاي ماما مدياني اختيارات. بصير عنده مرحله اختيارات. انت هربت شخصيه. طب في حال انه قال لها مثلا لا بديش هذه ولا هذه، بدي واحده ثانيه، تضربه. لا تضربه برضه. رايي، لا رايي بدل هو عنده مصالح يغلبها. مجرد انه يحكي لا ويختار، مش كثير منيح احنا نضلنا نحكي للطفل احكي لي حاضر، احكي لي ماشي، احكي لي طيب. هذا ابدا مش منيح. بتعرف يعني حضرت موقف حقيقي لام طفل كانت موجوده، فهو بطلب منها شيء، فهي قالت له اسكت، فرجع رد طلب منها كمان مره، اللي بتقول له انتهى النقاش، ما ولا صوت. قعدت افكر بالموضوع فيما بعد، انه هل هذا يعني انقسمت كأم، انقسمت بين اثنين، مفروض هل اربي بنتي فعلا على هذا الموضوع وانه تاخذ انه انت تنهي النقاش، ولا هذا يعتبر قمع لشخصيته بالشكل هذا؟ يعني هو شوفي له وجهه النظر يعني. اوكي، ممكن انا اسمعك وتسمعيني وارشدك واوضح لك، بس في الاخر بتصل لنقطه معينه. يعني يمكن بحكم انه خبرتنا احنا اكثر من اولادنا، فاحنا فاهمين اكثر. اوكي، ممكن. صحيح. انا اسمح له بانه يناقشني، يحكي معي، انا وجهه نظري كذا، انا بدي كذا، انا جزء من الحريه. بدي جزء كمان. بالضبط، كمان حسب الموضوع. عشو الاختلاف. طب تفضلوا، طب اعطيك جزء من الحريه الاختيار. يعني الدو اختار انت اللي بدك اياه. شوف ايش عاملين لكم. جزء من الحريه واحده. كثير كمان يا روان بيطلع الواحد بالمجتمع حواليه. يعني انت بتشتغلي جميله، انا محمود، بتلاقي في الشخصيات اللي من المفترض انه تكون هي قياديه او بمركز قياده بتفتقر. يعني احيانا نسال نفسنا بنقول انه هذا كيف وصل هذا المكان او المركز القيادي، فعلا بتفتقر للمهارات والقدرات اللي بتمكنها انه تكون قياديه، وبتلاقيها بمراكز عفوا قياديه. بتفتقر لأهم شغلة. تفتقر لأهم شغل هي الديمقراطية. في فرق بين الشخص القيادي الديمقراطي اللي هو بين جروب أو بين جماعة من الناس، قادر يعطيهم فرصة أنهم يأخذوا القرارات. هلأ بحالة أنه الشخص اللي قدامك مش قادر يأخذ قرار، أنت فيك تساعده. صح. فيك قرارك يطغى عليه، لكن مش من حقك تكون ديكتاتوري وتسمي حالك رأيك قيادي. برافو. ما بتقدر. هاي النقطة المحورية. لا، بدنا نعمل شغلة كمان. كثير كثير سوريا وروان على المجتمع، بتلاقي في بيئات عمل بغض النظر عن طبيعة العمل فاشلة، خلينا نسميها. تعرفي ليش؟ لأنه ما في قائد حقيقي، وهو متصور نفسه قائد. كثير بيأثر هذا الموضوع على المجتمع. ما هو احنا عندنا نظرة ومفهوم كله غلط. لما تيجي تحكي شخص قائد، يعني زي ما حكت جميلة، الشخص القائد بعرفش كل شيء. الشخص القائد ما عندوش إجابات لكل إشي. صحيح. الشخص القائد ما عندوش معرفة كافية، لكن إيش؟ بطور من نفسه، بتعلم. تمام؟ فأنت من تيجي تحكي للقائد استشرته بموضوع كتير مهم، مش غلط ولا من العيب ولا من انتقاص منه من مقداره في المجتمع، أن يجي يقول لك والله أنا ما عندي علم وخبرة، بس أنا بدي أسأل الناس اللي عندي.
صحيح. مش غلط انه انت كقائد انت لامم جماعتك, انت حاططهم زي الاسره. مش غلط انه انت تستشيرهم, مش غلط انه انت تحكي انا ما بعرف. هو انا عندي اشخاص ثقه اصلا كمان. كلام هبه انه يا جماعه والله هذا الشخص هو مسؤول عن الفريق هذا, مسؤول عن الجماعه هذه, مسؤول عن المؤسسه, بس فعليا هو لا في سمات ولا في خصائص ولا في شكل ولا مضمون. صح. ولا اي تفاصيل هذه. فكيف انه هو وصل؟ هل بالواسطه ولا هل طبعاً. طب هل هو فعلا قائد بس احنا مش شايفينه هيك؟ تعرف يا محمود, يمكن في برضه بعض الناس هو يعتقد في قرارة نفسه انه هو قائد وانه هو حكيم وانه هو قادر على إدارة الأمور بشكل صحيح. قائد بحجم وطن. أبو العريف قادر على إدارة الأمور بالشكل الصحيح. مش مقتنع انه هو في عنده جزء من الخلل. هاي الشخصية خلي بالك أصعب من الشخصية اللي عارفة انها مش قائدة وجاهلة. مصيبة انك لا تدري, انك لا تدري بالضبط. انت علي؟ انت مش عارف انه انت, لا انه انت مش عارف. هذا الموضوع كتير مهم انعكاساته على المجتمع وعلى البيئة. بتصور انه بدخل بأبسط بأدق التفاصيل. طلعي من عند الأسرة. صحيح. من عند رب الأسرة اللي هو نرجع. القائد بنسميه القائد الأول. أيوة. ترجع للقائد الأول, ترجع للأسرة. قديش بكون مش ضابطة معاه القيادة, قديش بكون الأمور صحيح مش مظبوطة في البيت أو في التربية الأسرية. صح. بيكون ولما خلال. يكبر الموضوع لأكبر قائد عاد. صح. بالبلد. صح. هاي. بيكون في خلل. ما هو شوفي في صفات, يعني أنت بتحكي على شخص قائد بده يكون عنده أول إشي مهارات اتصال وتواصل. صحيح. من أهم المهارات إنه أنا يكون عندي استماع جيد. يعني الشخص القائد ما بحكيش كثير أبداً. الشخص القائد ما بحبش الظهور. ما بحبش يكون قدام الناس. بيجي بقول لك لا الجماعة هي اللي تبين. يعني مثلاً القائد على جهة مبادرة, ونحن كلنا هبة ومحمود اشتغلنا كثير في مبادرات. لما نيجي نشتغل في مبادرة إحنا بنكون آخر ناس. إحنا مسكين المبادرة, إحنا كتبينا, إحنا عاملينها. إحنا ثلاثة نكون آخر أشخاص. مين الاشخاص اللي بنحطهم؟ الاشخاص الجداد. اطلعوا احكوا اعملوا. انا مثلا صحيح. في تدريباتي اول إشي بركز عليه مهارات الاتصال والتواصل. كيف تكون قادر, كيف تكون شخصيه قادره قدام الكاميرا تبين تحكي, يكون لك حضور. شوي شوي بيكون لك حضور, بعد هيك بتخلي حضورك للناس الثانيه. احنا بنديش فرصه القائد. لا احنا القائد عندنا الزعيم القبضاي اللي لا الكلمه انا كلمتي, انا الاول حد. والاخير. صحيح. وهي للاسف مع انه هو الشخص هذا اللي مفروض انه يفهم قديش هاي الصفات مهمة. صح. ويعطي فرصة للناس الصغار انهم يبينوا. صح. انهم ينجحوا, انهم يوصلوا. صح. للامور هاي ويتأثروا فيه. لانه انت لما تكون ايدل او ناس يعني بتشوفك مثال قدامها لازم تأثر فيهم بالصفات هاي لحتى ياخذوها منك يكتسبوها. مش قدوة يعني, خلينا نقول القائد. صح. القدوة. صحيح. قائد. كيف بدي اكون قائد قدوة؟ بالضبط. هلا كمان هذا بيفتح يمكن مجال او سؤال إلنا او تساؤل هيك, كيف انا اكون قائد قدوه؟ يعني كيف اكون انا مؤثر بالمحيط, مؤثر بالشكل الايجابي؟ وسؤال اهم, هاي الشخصيات احنا كيف مفترض نتعامل معها؟ يعني الشخصيات اللي بتعتبر نفسها انه قياديه ومش قادره على انه يعني مش قادرة تعطي المكان بالشكل الصحيح. شوف هبة, انت تسأل حكيت في اكثر من نقطة وتساؤلات كثير مهمة. بالضبط. انه كيف الشخصية هذه نعممها على المجتمع؟ خلي كل المجتمع قيادات. كلهم قيادات. لا لا لا, مش الفكرة السلبية اللي احنا ماخذينها. طبعا احنا بنحكي انه يكون قائد في بيته. صح. قائد بين اخواته, يكون هو. صح. قائد يوزع مهام على اخواته. مش شرط يكون قائد بمعنى الاشياء اللي احنا بنحكي فيها. ايوه, قيادي كانه يمسك مكان. هذا كمان الشيء المهم انه يقسم مهام على اخواته, يقسم في المدرسه اصحابه. صح. نعمل اشياء جميله, نعمل اشياء كويسه في الجامعه. كلنا نكون عندنا صفات القائد, صفات وسمات القائد لحتى نعزز الروح عند الناس, نعزز الثقة والمشاركة. صحيح. نعزز مفهوم الاجتماعية على المجتمع. بالضبط. هاي هو شو أساس المجتمع؟ أيوة. الأسرة. يعني الأفراد هم بشكله أسرة. فأنت إذا بدك تعمل أي تغيير بالعالم بدك تبدأ بالدائرة الصغيرة. صحيح. اللي هي عبارة عن أسرتك. إذا أنت قدرت تتأثر بولادك, أولادك هيأثروا في غيرهم بالمدرسة وهكذا. يعني صح. هيك تأثير حيكون واصل. بالضبط. صح. تأثير حيكون واصل. يعني في المدرسة هو يبقى قائد, يعني مش يبقى قائد. مش ضروري قائد انه صفات. احنا زعيم الشلة. طلع. مش زعيم الشلة. احنا بالعالم العربي بتصور, مش بس بفلسطين, بالعالم العربي عندنا القيادة اللي هو انه الواحد ماسك عصاية وواقف ويوجه الأوامر.
هيك مفهوم هذا مش قائد خالص. لا, 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 مش لا هيك مفهوم قائد. المفهوم التداول المتداول بالضبط. هلا احنا بصف انه ادوارنا زي ما قالت جميله من الاسره وبالمجتمع, كيف نغير هاي الصوره النمطيه تبعت القائد؟ لا قائد لا في ايده عصايه ولا بيضرب ولا مفروض هو فقط هو اللي يوجه او يعطي الاوامر ويلقيها, بالعكس مطلقا هو اخر يمكن حدا بيعطي. صحيح هو اخر حد. اوامر صحيح هو اخر حدا, هو بنفذ بايده صح, بيعمل كل المهام المطلوبه. لو حدا من فريقه المفروض انه يعني مقصر او حدا من المجموعه اللي معه هو بغطي عليه, مقصر في شيء هو يغطي عليه. ليش انا ما اروحش مثلا عند مهمه معينه, ليش ما اروح انا انفذ جزء منها؟ لا انا قائد بدي اقعد على مكتبي واقعد بس انت راح اعمل كذا وانت اعمل كذا. لا مش ما عمرها ما كانت القياده. بتصور انه الشباب عندهم النزعه الاقوى خلينا نقول بشو بالضبط, الحماسه لان يصبحوا قاده او بتلاقي الفئات العمريه من الشباب هم اكثر ناس عندهم حماسه اظهار شخصياتهم القياديه انه انا قادر اروح ممكن. اجي ليش لا 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 بس انا مش وجهه مش نظري مقصرة. انا وجهه نظري هذا ما هو انتوا اللي بتحكم فيه, انت اللي بتحكم فيه من الاخر. مش لا مين احنا؟ لا هاي بالعكس احنا, انتوا مين؟ انت معانا ولا علينا؟ يعني انا بقول الشباب الفكره الشباب بقصد الفئه العمريه, الفئه العمريه تبعت الشباب مش على الشباب. مش على الشباب لا 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 بقولش ميل وفي ميل, انا بقول انه الفئه العمريه من الشباب بتلاقي نزعتهم القياديه او خلينا نقول ثوره الشباب لانه بيكون في عندهم رغبه في التغيير, يمكن رغبه في الظهور. اختلفنا يا هبه اختلفنا. هلا لما تحكي انت على الشباب, هلا احنا زي اهالينا زمان؟ لا لا طبعا. هلا انت زي اختك اللي هلا صارت في الثانويه العامه, ولا حكون زي اولاد اللي راح او بنتي بالاجيال اللي راح تيجي. فاحنا قاعدين احنا بنتثقف اكثر, بنتنور اكثر, صار عندنا لا حب انه انا بدي اكون شخص قيادي, بس انا بدي اعرف الصفات تبعته, بدي اعرف المعايير, بدي اخذ دورات, بدي اروح ورش تدريبيه, بدي انا اكون. يعني احنا لو احنا نيجي للصح المفروض يكون في كل منهاج دراسي ماده معينه عن مهارات الحياتيه, مهاره اتصال وتواصل. صحيح. اي مهاره حياتيه فيها نلاقي جزء صغير في المنهاج الدراسي. صحيح. شوفوا كيف الاطفال بيكونوا, هتفرق بالحياه العمليه, هتربي جيل كامل عارف انا وين رايح, عارف ايش مسؤوليتي المجتمعيه تجاه مجتمعي والمسؤوليه الاسريه تجاه اسرتي. فانت بتربي جيل قائد لحاله. تصور وزاره التربيه والتعليم لو سمعتنا يا ريت تسمعنا, حتى تسمع فينا المجتمع تعرف ليش ولا لا. كشباب بكل موضوع او بكل ظاهره بنتداولها بنقول انه احد اهم المخرجات انه يكون في تعاون حكومي. صحيح. من الوزارات المختصه بانه الوزارات والمؤسسات المجتمع المدني توعز ضمن مناهجها المدرسيه لهذا الموضوع. فان شاء الله بيسمعونا. ليش بكون في تطوير للامر؟ يعني لانه احنا يعني كل الاجيال اللي عم تمرق احنا واللي قبلنا واللي هلا موجودين, كل اللي عم بيصير بالمدارس هو عباره عن نظام تلقين بحت. طبعا كل شيء بنتعلمه تلقين, ولا مره يعني نادر حتى بالجامعه لحد ما اخذنا ماده او تنتين مواد عمليه نمارس فيها شيء معين عملي. نتعلم فعليا. صح. وهذا بيدخل على كل شيء بحياته طبعا, وهذا بيخلي الواحد كمان يفكر ايش ممكن تكون الحلول لشغلتين, الحلول لموضوع انه في شخصيات قياديه مش قياديه, وشو الحلول اللي انا بقدر مثلا من خلالها اغرس او انمي واخلي عندي اشخاص قادرين على القياده بالشكل الصحيح. موضوع المناهج الدراسيه كثير موضوع والله مهم. والله هو لا نبدا احنا نبدا من البدايه. ايوه تبدا من نفسك. شوفي كله ابدأ. شوفي كيف كله كل 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 الدنيا هاي بتندرج تحت الاسره, مرتبط بالوعي. وعي الوعي والثقافه. ثقف الوعي والثقافه عارفة. حتى بندرج يعني أنا في كتير أشخاص يعني وإحنا نموذج حي يعني عنا كتير أباء وأمهات مش متعلمين لكن حبهم وشغفهم لأطفالهم أطفالهم أعلى. دكاترة ومهندسين. صحيح. ومش بس دكاترة ومهندسين, يقتصر على المكانة يعني العلمية, طلعوا أجيال كاملة ما شاء الله عليهم. صحيح. هما هو بندرج قديش في الوعي وقديش وعي. أيوة تجاه التغيير. أيوة قديش أنا أسرة لا بدي ابني يكون أفضل مني, بدي ابني يكون يطلع بصوره صحيحه, متربي بصوره انا راضي عنها وهو راضي عنها. صح في مشاكل بيناتهم وفي فروق وفي اختلافات, بس بتيجي بقول لك انا جربت, هي ابونا وامنا. مش بقول لك والله يابا انا جربت, والله لا تندمي, بس احنا بنجرب. وبنغلط وبنلاقي ماما صح. ماما صح ونظرتهم هي بتصيب بالاخر. صحيح. بس احنا بدنا نجرب. احنا عنا كمان يعني غير هيك يعني بدايه من الاسره بعد هيك في المناهج التعليمية. صح. المناهج التعليمية ضروري جدا جدا. ليش صح. ما يكون في اتصال وتواصل؟ ليش ما يكون مهارات في مهارات حياتية كاملة من البداية من الأساس؟ صح. بعدين
عندنا في النوادي، النوادي المؤسسات الرياضيه كمان. قديش عندنا جمعيات؟ قديش عندنا نوادي رياضيه؟ بالضبط. طب ما استفيد قديش؟ صح في عدد كتير كبير، بس روان الا انه في عندنا يمكن شويه نقص. عارفه شو؟ مش بالكم، بالكيف المعطى. صحيح. قديش في كيف او في جوده؟ قديش هاي الانديه والمؤسسات بتحاول تغرس هاي الامور؟ هاي الفكره، مش مهم قديش عددهم، مهم شو. طيب هم ماشي. ما هو احنا بنحكي في حلول، فطالما احنا بنحكي في حلول فانه المفترض هاي المؤسسات وهاي النوادي وهاي كل مؤسسات المجتمع المدني هاي تنمي هيك اشياء. بعرف يا محمود قبل ما نشوف احنا من 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 فتره بسيطه عملنا تدريبات، كان اساس التدريب مهارات اتصال التواصل. يعني دائما بالنادي بنحاول هيك، وكمان يمكن اغلب الناس اللي بيعرفونا كمان اليوم هبه قائده في المبادره، بعده روان قائده في المبادره، جميله، اسامه، محمد. فالفكره انه تبدا من المدارس، المؤسسات، الجمعيات، كيف احنا ممكن ننمي قيادات عنا. قيادات مش بمعنى طبعا اللي بنحكي فيه، لا، قيادات نكون قائد مسؤول في المكان اللي هو فيها، في المهام اللي هو فيها. لازم يكون في تدريبات نضيف عليها كمان لقاءات مع قادة لحتى يكسبوا من خبرتهم، يعملوا تجمعات للناس. هو بتعرف يا محمود بدي اقول لك شغله، ويعني للجميع يمكن ناخذ راي بعض فيها. طالما احنا بنحكي كشباب يمكن بنكون شوي بدناش نكون ظالمين بحق المؤسسات، لا، المؤسسات بتحاول ولكن بس في شغله. هلا هي بتعطي لقاءات، دورات، مهارات اتصال وتواصل، بتلاقي كل هالبرامج، برامج قياده الشباب، الشباب والمشاركه، مش عارف شو. بس عارف شو الخلل؟ الخلل في المتابعه، في المتابعه فيما بعد. يعني يمكن جميلة صدفت وراحت طوعتي أو رحت بمؤسسات أو استخدموا اسم الشباب. هلأ فيما بعد هو دوره مش بس يعطيني هاي اللقاءات أو هاي الدورات، هو دوره يجعلني قائد أو صانع قرار أطبق اللي تعلمته. ما في حدا بيخليك قائدة، يعني هم بالنهاية بيعطوك إشي، بيدربوك. أوكي، نقطة المتابعة مهمة جداً أنهم يتابعوا معك، لكن الدور عليك انت. يعني اليوم اعطاني هو مهارات اتصال وتواصل، يشاركني في كل حاجة. من مسؤوليته المجتمعيه، مش بس برنامج وتمويل ويروح، فيما بعد يشاركني بداخل هاي المؤسسه، انه انا كمان اعطي غيري من اقراني او اصدقائي. صحيح، بس هاي المشكله انه بكل المؤسسات، بكل شيء هون، حتى على صعيد الشغل ما بيكونوا معنيين انهم فعلا يلاقوا نتيجه فعليه من بعد. طب ايش ممكن يعملوا؟ ايش ممكن يعملوا مثلا؟ ممكن انهم يتابعوك لحد ما انت عن جد توصل للنتيجه اللي انت بدك اياها. يساهموا فعلا، يتابعوك ويجعلوك جزء من هاي المؤسسه، فعلا تحس انه انت قائد عندك او مؤثر. عندك مهام معينه عن... ما بقصد جزء بس أساسي. انا خليني شخص تمام، بعد ما تديني تدريب واتلقى تدريب، بروتوكوليات البروتوكول المهنه كيف بده يكون، اخلاقيات المهنه كيف بده يكون، فنيات التعامل مع الاخرين كيف بده تكون، لانه احنا في عندنا شغلات انسانيه غير ملموسه ابدا. لما تحكي عن شخص قيادي بده يكون انساني في الدرجه الاولى. صحيح، شخص انساني، شخص بسيط، شخص متواضع، سهل الحوار معه، لين، مرن. احنا بنروح لاي مؤسسه بدنا نعمل المستحيل عشان نوصل للمدير، والمدير بيكون قاعد وحاطط رجل على رجل، صح ولا لا؟ يعني هذا كله اشياء بنشوفها. يعني هي اشياء احنا بنشوفها. انت بدك تروحي، بدك تقعدي سنه قبل ما تشوف المدير. لما تشوف المدير بيحكي معك من طرف مناخيره، فلا، صح ولا لا يا جميله؟ بلا، لانه للاسف يعني هاي المؤسسات مش معنيه بالتغيير زي ما هي بتدعي. صح، يعني هي بتعمل كل هاي الامور شكليات مش اكثر، بس صح. حتى تحكي انه احنا عملنا واشتغلنا. صح. بس لما نيجي للتنفيذ بتلاقي المينيموم مش الماكسيموم. صح. او اللي احنا عن جد عم نطلبه او محتاجينه. فيعني احنا بنتمنى انه عن جد نوصل للإشي هاد، انه الناس تفهم قديش هالمواضيع مهمه، وانها لو بدت فيها رح تلاقي نتيجة فعلية. صح. لما تأثر في الناس، والناس هاي نفسها تأثر في غيرها. صح. هيك بنخلق مجتمع يعني مستوعب، فاهم، عنده وعي كافي لحتى عن جد يكون قائد بالنهاية. صح، أنا مع جميلة. الفكرة أنه احنا لا، لازم يكون ديمقراطي كمان، لازم الشخص هذا يكون ديمقراطي. صح. بسمع، والله بسمع من هبة، بسمع من روان، بسمع من فلان. صح، هيك صفاته الشخصية. يعني وغير هيك كمان أنه
لازم نوجه المؤسسات والدولة نفسها، أقول لك أنه خلوا الناس تكتب هاي المهارات لحتى تنمى وتطور ويكون مجتمع صحي عايش سليم سوي. بالضبط. يمكن هذا بياخدنا بالنهاية لأنه إحنا نتفق أنه شخصية القيادية هي شخصية من فطرتها وبالأسرة وبمهارات كمان مكتسبة بتكتسبها وبتطورها لما بتكبر، يعني جزئين، جزء فطري وجزء مكتسب. كمان إحنا متفقين على إنه الشخصيات القيادية مش بالعصا وبالتلقين وبالأوامر، بل بالعكس هي آخر من يتحدث ودائما بتكون بالمقدمة، روحها ديمقراطية قادرة على التغيير، قادرة على الاستماع والتعبير عن آرائها. وكمان متفقين على إنه يا جماعة يجب أن يتحلى كل إنسان بمسؤولياته. وكيف يعني مسؤولياته؟ مجتمعه بالضبط. إحنا بنكمل بعض، كل حدا إذا كان قائد بمكانه أو بمطرحه من عند الأسرة لعند الدولة رح نكون مجتمع سوي وفعلا قادة بحق وحقيقة. وبالنهاية الأدوار هاي ملقاة على عاتق دولة، مؤسسات، مجتمع المدني، أسرة، الأسرة، الأفراد، الشخص نفسه. نرجع للأساس، إحنا الأساس. بالضبط.